ايه ده؟ معقول؟ ليه؟ في ايه حضرتك؟ في ايه؟ يا راجل بتقرا كتاب عن انجازات عبد الناصر؟ سلم لي على 5 يونيو 67. نعم؟ نعم الله عليك يا حبيبي يا بتاع الانجازات، ازاي تقرا كتب زي كده؟ ما هي الكتب دي اللي بتبوظ عقول الناس وبتخليهم عايشين في الوهم. وانا اقول بلدنا ما بتتقدمش ليه طول ما هي فيها كتب زي دي؟ طول ما هي فيها ناس زي حضرتك بيصدقوا اي كلام يتقال. قريت يا حبيبي الانجازات؟ وايه اللي عجبك فيها؟ هزيمه 67 اللي خلت امريكا تقف مع اسرائيل لحد النهارده؟ ولا حرب اليمن اللي ارهقت الجيش وقال ايه رايح يحارب في حرب اليمن عشان يهدد السعوديه؟ طب احنا مالنا ومال السعوديه؟ تبقى ملكيه، تبقى مهلبيه، تبقى جمهوريه، احنا مالنا؟ وكل واحد يخليه في وطنه. بس اكيد اكيد ايه؟ نسيت المعتقلات؟ ما انت لو كان ليك جد اترمى في المعتقلات ما كنتش هتقول كده. نوره ليك بس. طيب انت عارف ان هو لما امن قناه السويس ضيع على مصر 20 مليار دولار كان المفروض ناخدهم من انجلترا. انجازات يا راجل دي اشتغالات، كلها اشتغالات، اوعى تسيبهم يضحكوا عليه. الكتاب ده انت لازم تتخلص منه فورا. ارمي يا راجل، ارمي يا راجل، ما تبصش، ارمي، بلاش كلام فاضي. اوعى تصدق اي حد، اوعى تسيب حد يضحك عليك. صدقني لما هتعرف الحقيقه هتدعيلي. حبيب قلبي معلش نسيت الفرنان، قلت اجي اخده. ايه ده؟ انجازات سعد زغلول؟ ايه اللي بتقرا ده؟ انت ايه حكايتك؟ حكايه ده حضرتك مع عبد الناصر خلاص. تقوم جايب لي سعد زغلول؟ انت ما تعرفش سعد زغلول ده كان ايه؟ انت ما تعرفش ان سعد زغلول ده كان خامورجي؟ ما تعرفش ان سعد زغلول ده كان مدمن قمار؟ ما تعرفش علاقته باللورد كرومر بتاع حاسس الدين شويه؟ ما تعرفش سعد زغلول كان متجوز بنت مين؟ واوعى تقول لي الوطنيه وثوره 19 والكلام الفاضي ده. يا راجل يا راجل، ده كان صاحب قاسم امين، قاسم امين اللي وصلنا للبيزون. عاجبك يا اخويا البيزون؟ يا عيني يا اخويا على الانجازات. ارمي ارمي، بلاش كلام فاضي. أنا مش ضد القراية كمبدأ، ولكن أنا عايزك تختار. صدقني لما هتعرف الحقيقة هتدعيلي. سلام عليكم. حبيب قلبي وحشتني، قلت أجي أطمن عليك. وبعدين أوعى تكون خدت على خاطرك مني. وريني بقى بتقرا إيه؟ تفسير الاحلام لفرويد النجس. يا راجل ده ما كانش بيفسر اي حاجه غير من منظور جنسي، بيفكرش غير في اشباع الرغبه الجنسيه عند الانسان وبس، يتعامل مع الانسان كانه حيوان. وبعدين ده كان بيشد كوكايين، اوعى تكون زيي. اظن بقى انا مش محتاج اقول حاجه اكتر من كده. ارمي يا راجل، ارمي ارمي، انت لما تعرف الحقيقه هتدعيلي. السلام ارمي الماسورة في ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حبيب قلبي حبيب ايه انت حبيب؟ صدقني لما تعرف الحقيقة هتدعي لي. سلام عليكم.
Thank you.